سيداتي أنسات سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى مع حضراتكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب من قناتنا، قناة النادي الأهلي، حيث يسعدني أن أكون مع حضراتكم لنقل وقائع وأحداث أولى لقاءات النادي الأهلي منتشئا بفوزه بكأس السوبر الأفريقي الثاني على التوالي والثالث في تاريخه في مواجهة نادي كيركوس الإثيوبي في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد في النسخة 39. قدام حضراتكم اهو استمعنا وشفنا وتابعنا مع الزميل هيثم السعيد وضيوفه الكرام كابتن فوزي فضالي والكابتن محمد عبد الله على لقاء اليوم اللي هنتابعه مع حضراتكم، وقلنا وقالوا لنا على شويه معلومات وافادات جميله تفيدنا في هذا اللقاء. وزي ما سمعنا برضو ونعيده تاني ونقول لحضراتكم ان البطوله رقم 39 عباره عن مجموعتين مقسمه لمجموعتين، المجموعه الاولى بتضم الزمالك المصري وداد سمارة المغربي، شبيبه كينشاسا الكونغولي، وفانز الكاميروني، وريد ستار الايفواري. المجموعه الثانيه بتضم الاهلي المصري، سبورتنج المصري، رجاء اغادير المغربي، وكيركوس الاثيوبي. الأهلي وضربة البداية في مواجهة كيركوس الأثيوبي اللي هنقول لحضراتكم على تشكيل الفرقتين وقوام الفرقتين وشوية معلومات. وآدي جانب من الحضور سيد الدكتور الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والكابتن حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، ومستر منصور أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد. تشكيل النادي الأهلي هنقول لحضراتكم سريعا كده: حراس المرمى عبد الرحمن طه اللي قدم لقاء ولا أروع، وآدي برضو جانب من باقي الحضور في المقصورة الرئيسية في قلعة النادي الأهلي بالجزيرة اللي بتستضيف فعاليات البطولة و مباريات كأس الكؤوس الأفريقية للسيدات والرجال بصالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة. مستر ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الأهلي، كابتن محمد إبراهيم المدرب العام، دكتور عمرو طبيب الفريق. تشكيل النادي الأهلي: عبد الرحمن طه اللي بنوجه له كل التحية والتقدير على المستوى العالي اللي يعني استطاع ان هو يثبت للجميع ان النادي الاهلي عامر بابنائه وزاخر بنجومه. عبد الرحمن طه نجم منتخبنا الوطني وحارس مرمى منتخب الشباب الحاصل على ثالث العالم، استطاع ان هو يكون ليه تاثير كبير في لقاء اول امس امام المنافس التقليدي والعنيد نادي الزمالك في كأس الكؤوس الإفريقية. الترقب و يعني نظرة الأمل والتفاؤل على عيون حضور اللقاء. وآدي الكابتن محمد الغزاوي رئيس اللجنة العليا للبطولة، رئيس اللجنة المنظمة، وآدي بيشارك اهو دلوقتي أحمد وليد حارس مرمى البنك الأهلي اللي استعار النادي الأهلي استعاره وتعاقد معاه على سبيل الإعارة من نادي البنك الأهلي للمشاركة ودعم في هذه البطولة. لحظات قليلة وهنستأنف ونبدأ اللقاء على بركة الله وضربة البداية وصافرة بداية اللقاء من طاقم التحكيم من السنغال. هنقول لحضراتكم اهو تشكيل فريق النادي الاهلي وتشكيل كيركوس الاثيوبي. رقم 12 بيلعب في الباك رايت، رقم 12 ورقم 30 في السنتر هاف، واولى الهجمات يفسدها دفاعات الاهلاويه، ياخدها اسلام حسن على طول لمهاب، ومن مهاب الى مين؟ على طول بيخش عمر سامي رقم 19 من الوينج رايت، يحرز اول اهداف اللقاء
وادي اهي تصويبه من على الدايره واولى تصديات احمد وليد، وكره تانيه على الدايره لح لمين؟ لياسر سيف، ومعاها تاني اهداف اللقاء. بيحاول يعمل رميه الارسال سريعه كده فريق كيركوس الاثيوبي، لكن ارتداد دفاعي سريع وقوي من النادي الاهلي عشان يقفل تماما منطقه مرماه، وطاقم التحكيم زي ما قلت لحضراتكم بيرجع الكوره تاني عشان تتلعب رميه الارسال. تاني تقع الكوره ويقطعها اسلام حسن، وفاول عكسي على الهجوم الاثيوبي. عبد الرحمن فيصل لاسلام حسن لمهاب، وبره الثلاث خشبات مهاب، واولى تصويباته في حراسه المرمى لفريق كيركوس لاعب رقم 28 حارس المرمى اليومو. اسلام تاني رايح اسلام، ويلعب الكره لعمر سامي، وداخل عمر ويصوب ثالث اهداف النادي الاهلي، واحنا بنلعب في الدقيقه الثانيه مشاهدينا الكرام، بدايه الدقيقه الثالثه. 3 الاهلي 0 لا شيء 0 كيركوس الاثيوبي. اتلعبت رميه الارسال، وادي ديفيد ديفيز وبنك الاحتياط ودكة البدلاء للنادي الاهلي. تاني كورة بيحاول يوصلها اللاعب رقم 16 على الدايرة، لكن يلامس خط الستة متر تبقى كورة فاول على طول لصالح النادي الاهلي. ياخدها اسلام حسن ويلعبها لفيصل، يصوب فيصل يتصدى اليومو ويلعب الهجمة المرتدة السريعة توصل الى الفريق الاثيوبي اللي واضح ان هو يعني فنيا مستواه مش في افضل حاجه. وادي كوره على طول لعمر سامي تاني، لكن يتصدى لها بقى اليومو وتبقى رميه جانب لصالح النادي الاهلي. بيلعب اللاعب رقم 9 ديميس ابيرا ديميس في الجناح الشمال الوينج ليفت، وادي كوره على الدايره من فيصل لياسر سيف، يستلم ياسر ويلف ويحصل على الرميه الجزائيه وكارت اصفر على اللاعب رقم 16 هاجوس أليم. الرميه الجزائيه عمر سامي في مواجهه اليومو، عمر سامي واليومو يتصدى وتبقى رميه جانب لتاني مرة في نفس الزاوية بنفس طريقة التصدي. بيتصدى اليومو من عمر سامي، أول واحدة كانت انفراد الفاست بريك وطلعت رمية جانب برضو من نفس المكان. تاني مرة الرمية الجزائية رمية السبع أمتار. الفريق بيدافع بطريقة 3-2-1 فريق كيركوس الأثيوبي. هل النادي الأهلي هيحاول يستغلها ويعمل تقاطعات وتغيير في المراكز؟ فيصل والتصويب، فيصل والتسجيل، والهدف الرابع لصالح النادي الأهلي. تاني حاول اللاعب رقم 12 شافي دينو، لكن تقع الكرة وتبقى فاول ورمية حرة لصالح فريق كيركوس الأثيوبي. تاني وتغيير في المراكز كده وتقاطعات ودورانات عن طريق مين؟ عن طريق اللاعب رقم 8 اللي بيلعب في مركز الجناح الشمال الوينج ليفت. تاني زي ما قلنا لحضراتكم يمكن هم يعني مستواهم فنيا مش افضل شيء، ولكن هي خطوة جيدة لصالح النادي الأهلي إن هو يبتدي لقاءاته ومباريات البطولة بإن هو يختار المجموعة اللي يقدر يبتدي فيها بالتصاعد ومستوى الفني تصاعدي. إسلام حسن لعبد الرحمن فيصل، تقطع كده في الخط الخلفي وتغيير مراكز ما بين إسلام وفيصل، ومن فيصل لإسلام تاني اللي جه في الباك ليفت، لكن تطلع الكرة رمية جانب وراجع ياسر سيف وبيعمل دفاع
وارتداد دفاعي هايل على اللاعب رقم 12 دينو وتبقى فاول وصفاره. اهو شايفين حضراتكم ياسر وبذكاء ان هو ما حصلش دفع، ما حصلش حاجه، ما بخلاش المهاجم يبعد عنه، فبالتالي ما يحصلش على عقوبه ويبقى فاول ورميه حره لصالح كيركوس الاثيوبي. المدير الفني محمد احمدي احمد لفريق كيركوس الاثيوبي، محاوله للاختراق كده وتغيير في المراكز، يقطعها اسلام حسن ويلعب الهجمه المرتده سريعه لعمر سامي اللي هيروح بقى ويحطها برضه في نفس الزاويه لكن المره دي في الشباك. الهدف الخامس لصالح النادي الاهلي اللي ما زال محافظ على نظافه شباكه حتى الان. كوره ثانيه يقطعها مهاب يلعبها لعمر سامي دلوقتي اللي هو متخصص، لا المره دي عبد العزيز ايهاب زيزو هو اللي حصل على الفاست بريك دوت وراح واحرز الهدف السادس. 6 النادي الاهلي لا شيء كيركوس الاثيوبي، وبنلعب في الدقيقه 7 مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. قلنا لحضراتكم ان البطوله عباره عن مجموعتين مقسمين الى ان هم 10 فرق، وبعد انسحاب فاب الكاميروني بقى 9 فرق مقسمين الى مجموعتين. لقاءات المجموعه الماضيه، المجموعه الاولى كان في لقاء اليوم جمع بين نادي سبورتنج السكندري المصري في مواجهه رجاء اغادير، واستطاع رجال سبورتنج ان هم يحسموا اللقاء لصالحهم بنتيجه 33-25، وده اللقاء الثاني اللي هو في مجموعه النادي الاهلي، اللقاء الاول عفوا اللي كان في مجموعه النادي الاهلي بين سبورتنج ورجاء اغادير، وحسموا رجال سبورتنج المصري بنتيجه 33-25. رمية حرة لصالح النادي الاهلي، مهاب لاسلام لزيزو، عبد العزيز ايهاب بيقف على كورته ويهدى ويوصل لاسلام تاني، واسلام بكورة اسيست جميل لعمر سامي استغل تقدم الدفاعات الاثيوبية. شايفين في الاعادة حضراتكم ان الدفاع الاثيوبي طلع بره وساب الجناح تماما، فلعب كورة هم حاولوا يوقفوا الخط الخلفي تماما عشان اسلام ما يلاقيش حد يباصيله، فلقى عمر سامي لعب له الكوره ودخل عمر احرز الهدف السابع. 7 الاهلي لا شيء كيركوس، وادي في ايقاف لمده دقيقتين على مين؟ على عبد الرحمن فيصل نتيجه الدفع. اهي كان في دفعه للاعب اللي كان بيقطع على الستة متر فحصل على ايقاف دقيقتين. كده النادي الاهلي هيلعب ناقص لاعب وفي تايم اوت بيطلبه المدير الفني للفريق الاثيوبي. جماعه لو سامعيني عايز افصل الكاميرا دي باور. ديفيد كامارا، ديفيس كامارا ومحمد احمد الجهاز الفني لفريق كيركوس، عشان طبعا واضح ان في فارق في المستوى الفني، وطبعا النادي الاهلي بيلعب هذا اللقاء وبيشارك فيه منتشيا بفوزه بكاس السوبر الافريقيه في مواجهه الغريم التقليدي والعنيد نادي الزمالك، وتاهله الى كاس العالم للانديه السوبر كلوب التي تقام في المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله. بالتوفيق للنادي الاهلي في ان شاء الله في مستهل لقاءاته في كاس الكؤوس الافريقيه لكره اليد رقم 39. سمعنا برضو مشاهدينا الكرام من الزميل هيثم السعيد على تاريخ بطوله كاس الكؤوس الافريقيه، وادي النجمنا علي زين اللي بنقول له الف سلامه عليك يا زين وان شاء الله ترجع بالسلامة. وبكده يعني النادي الأهلي هيفتقده في منافسات هذه البطولة بعد ما شارك معاه في كأس الكؤوس وحصلت له إصابة وجاله مزق في السمانة، وطبعا بيحتاج إلى فترة راحة وعلاج بتصل إلى حوالي 3 أسابيع. وأحمد وليد قافل تماما شباكه ومانع
المية والهواء عن كيركوس الأثيوبي، وأدي إسلام بيعمل الخداع بيوصل الكرة لمهاب لإسلام تاني، ونزل خليل دلوقتي، واللي يخش خليل وهيصوب، لكن دفاع قوي من مين؟ من اللاعب رقم 26 اللي بيدافع في مركز 3، اللاعب تفيرة من جسم، وتوصل الكرة إلى الجناح اليمين الوينج رايت، لكن زي ما قلت لحضراتكم أحمد وليد قافل تماما منطقة مرماه وشباكه خالية حتى الآن، بيلمها النادي الأهلي، وهجمة مرتدة سريعة توصل لمهاب، حاول يوصلها لعمر سامي لكن تيجي في قدم مدافع كيركوس وتطلع رمية جانب، لعبها مهاب لإسلام حسن وعلى الدايرة لياسر سيف، حاول يستلمها ياسر لكن تطلع الكرة بره الملعب، رمية مرمى لصالح كيركوس. مهاب قطع الكرة ورايح لوحده، مهاب خالص تماما في انفراد فردي موجة واحدة، ويحرز بيها الهدف الثامن. امتى مشاهدينا الكرام؟ واحنا بنلعب في الدقيقة 11 من زمن واحداث الشوط الاول، 8 الاهلي لا شيء كيركوس الاثيوبي. تاني كوره باك هاند كده حاول يمررها على الدايره، لكن يلمها على طول احمد وليد لاسلام حسن لياسر سيف، والهدف التاسع من سيف، 9 الاهلي لا شيء كيركوس الاثيوبي. واضح كده ان التايم اوت اللي خده الوقت المستقطع اللي خده المدير الفني لكيركوس الاثيوبي ما اضافش جديد، نتيجه طبعا ان الامكانيات الفنيه للفريق محدوده، وان اللقاءات فعلا هتبتدي كل لقاء بعد الثاني هيبتدي المستوى الفني يزيد. وطبعا قلنا لحضراتكم ان البطوله عباره عن مجموعتين، بيصعد اول اربعه من كل مجموعه، اول اربع فرق من كل مجموعه، يعني كده مجموعه النادي الاهلي هتصعد بالكامل، لان مجموعه النادي الاهلي عباره عن اربع فرق فقط بعد انسحاب فاب الكاميروني، فبالتالي هيصعد اول اربعه من كل مجموعه الى ثمن النهائي او دور الثمانيه، عشان أول المجموعة يواجه رابع المجموعة الثانية وهكذا. وآدي فاست بريك سريع برضو توصل لعمر سامي اللي بيصوب على شمال حارس المرمى في الأرض، غير زاويته المرة دي وأحرز معاها الهدف العاشر. 10 الأهلي لا شيء كيركوس الأثيوبي، بنلعب في آخر الدقيقة 12 مشاهدينا الكرام. قلنا لحضراتكم على تاريخ البطولة، وبنقول لحضراتكم كمان ان البطولة دي رقم 39. احمد وليد قافل الحقيقة تماما، يعني يستحق كل التحية والتشجيع، ونظرة فعلا لماحة وثاقبة من المسؤولين عن كرة اليد ان هم يعوضوا اصابة حميد بحارس مرمى ذو خبره، وتترد الكره يقطعها الدفاع الاهلاوي وتوصل الى عبد العزيز ايهاب زيزو، ويخش زيزو ويحرز الهدف ال 12. فعلا ان استعاره واعاره احمد وليد اهو حارس المرمى رقم 22 اللي قدام حضراتكم، اللي قافل تماما وناجح في التصدي الى اكثر من 6 تصويبات، وهي تقريبا جميع التصويبات اللي صوبها فريق كيركوس الاثيوبي على المرمى كان بالمرصاد ليها احمد وليد، ومنعها من الوصول للشباك. قلنا ان اكثر فريق زي ما سمعنا برضو من الزميل هيثم السعيد في الاستوديو التحليلي قبل اللقاء، ان المجمع البترولي او مولديه وهران الجزائري هو اكثر فريق حصولا على البطولة، 9 مرات بطل و3 مرات وصيف. كرة توصل على طول سريعة إلى
زيزو عبد العزيز ايهاب ومنه لياسر سيف على الدايره ويسجل بيها ياسر سيف الهدف ال 12. وبيجي في المركز الثاني الزمالك خمس مرات بطل ومرتين وصيف. بيجي في المركز الثالث الافريقي التونسي خمس مرات بطل. الاهلي اللي بيسعى ان هو يوصل الى اللقب الخامس في هذه البطوله اربع مرات بطل واربع مرات وصيف، يعني وصل للمباراه النهائيه ثمان مرات مشاهدينا الكرام. وبيجي بعديه الترجي التونسي اللي اعتذر عن المشاركه في كاس السوبر وايضا في كاس الكؤوس الافريقيه بثلاث مرات بطل ومرتين وصيف. بنبارك ايضا الى فريق سيدات النادي الاهلي اللي استهل مشواره ايضا في كاس الكؤوس في اللقاء اللي اقيم قبل هذا اللقاء مباشره وقبل حفل الافتتاح امام اوتوهو الكونغولي، واستطاعت نجمات النادي الاهلي ان هي تحسم اللقاء لصالحهم بنتيجه 30-26 واولى ثلاث نقاط في هذه البطوله وفي هذا المشوار. 14 الاهلي لا شيء كيركوس الاثيوبي، واعاد حاول عبد العزيز ايهاب انه يخش ويروح في الفاست بريك لكن دفاع وبيضرب ايد عبد العزيز ايهاب فيحصل عبد العزيز ايهاب على فاول وصفاره ورمية حر. مصطفى خليل لخيري اللي نزل دلوقتي، ومن خليل الى عمر سامي من الجناح اليمين الوينج رايت، دخل ووسع لنفسه واحرز الهدف ال 15. هل يا ترى النادي الاهلي هيحقق ريكورد ورقم قياسي في هذه البطوله وفي هذا اللقاء بان ما يوصلش لشباكه وتفضل شباكه عذراء ما يوصلش ولا هدف على مدار ال 60 دقيقه؟ ده اللي هنتابعه مع حضراتكم عن طريق وادي اهو اول اهداف يمكن سمعوني فريق كيركوس الاثيوبي، يعني مش عايزين النادي الاهلي يحقق اي لقاءات او اي نقاط تخش في موسوعه جينيس باحراز اول اهداف اللقاء بالنسبه لهم، واحنا بنلعب في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 16 مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. عمر سامي دخل وحط الكوره تاني ووسع لنفسه، وكان قبليها في اول اهداف اللقاء لنادي كيركوس الاثيوبي في الدقيقه 16. تقع الكوره يلمها ياسر سيف برجوله وادي مهاب يطلع لزيزو، وزيزو يرتقي جامد ويخش من على الأربعة متر فاست بريك ويحرز الهدف ال 17. احمد وليد والتصدي يطلع لخيري، خيري رايح لمحسن رمضونا ومعاها الاهداف. ابتدى مستر ديفيد ديفيس بقى يعمل تغييراته دلوقتي، يمكن هو بدا اللقاء بمهاب في الباك رايت او الظهير الايمن، ودلوقتي نزل محسن رمضان، ابتدى في نص الملعب باسلام حسن، ودلوقتي نزل خيري، وابتدى في الباك ليفت او الظهير الايسر بعبد الرحمن فيصل، ونزل دلوقتي مصطفى خليل. الاجنحه زي ما هم مستمرين زيزو وايضا عمر سامي، وعلى الدايره ياسر سيف زي ما هو، وفي حراسه المرمى احمد وليد. تاني كيركوس عن طريق اللاعب رقم 30 اللي بيعمل اسيست وكوره الى دينو الظهير الايمن الباك رايت، دينو ويخش ويخترق ويصوب ويحرز الهدف الثاني، واحنا في الدقيقه 18 بدايه الدقيقه 19 مشاهدينا الكرام. خيري لمحسن رمضان، محسن اهداف، محسن قذائف، محسن تصويبات، محسن يحرز الهدف ال20. 20 الاهلي، اثنين كيركوس الاثيوبي، واحنا بنلعب في الدقيقه 19.
عفوا هو 19 النتيجه قدام حضراتكم اهي 19 الاهلي 2 كيركوس الاثيوبي. تاني بيحاول مين؟ بيحاول رقم 30 انه يخترق، لكن سيسا اللي نزل بقى دلوقتي يحرز بيها الهدف العشرين. اندل على يمينه رقم 12 دينو، على شماله رقم 5 ابادي اللي نزل مكان هاجوس رقم 16 في الظهير الايس الباك ليفت. حاول تاني تقاطعات واختراقات كده للدفاعات الاهلاويه لكن متفطن لها تماما، وتوصل الكره من خير السيسة اللي بيحرز تاني اهدافه سيسة على يمين حارس المرمى. بيعمل على طول مستر ديفيد ديفيد روتيشن للاعبين عشان يدخل كل اللاعبين في اجواء اللقاء. يمكن هو ابتدى باللاعبين اللي ما شاركوش في لقاء السوبر امام نادي الزمالك، وادي احمد وليد تاني وتصدي ومن خيري لسيسة، وسيسة والاختراق، وسيسة والارتقاء، وسيسة والاهداف بطريقه لذيذه هي هي على يمين حارس المرمى في المرمى، ويحرز بيها الهدف ل 22. 22 الاهلي 2 كيركوس الاثيوبي. اندل لرقم 7 اللي نزل دلوقتي في الباك اليمين وبيلف وبيعمل خداع ابادي رقم 5 اهو اللي قدام حضراتكم، ويتوغل ويصوب، لكن احمد وليد قافل المرمى تماما، وترتد على طول للنادي الاهلي لمحسن رمضان اللي استغل تحرك مصطفى خليل اللي اتحرك من غير كوره، ما استناش ان الكوره هي اللي تجيله، لا هو اللي اتحرك في المنطقه الفاضيه في الدفاعات الاثيوبيه واستلم كوره رامادونا وصوب واحرز الهدف ال 23. تاني سيسا قطع الكوره ومنه حاول يلعبها لياسر سيف، لكن قطعها مين؟ رقم 8 دانيال، وصوب واحرز الهدف الثالث. خليل هيعدي خليل ويصوب خليل، لكن دفاع قوي عن طريق اللاعب رقم 7 سرور محمد سرور. وفاول عكسي على النادي الاهلي على طول بيلمها حارس المرمى رقم 22 لفريق كيركوس الاثيوبي، وحاول يعملها هجمه مرتده سريعه لكن قطعها الدفاع الاهلاوي، لكن ارتدمت الكوره في رجل خليل وخيري واتحسبت فاول وصفاره ورميه حره لصالح كيركوس الاثيوبي. تاني حائط صد وبلوك من ياسر سيف بيمنع الكوره من الوصول الى احمد وليد، ويلمها على طول كيركوس الاثيوبي. اندل قطعها تاني سيف، هيعمل المرتده محسن رمضان لسيف لخليل لخيري، لكن رجعت الدفاعات وبيطلب خيري ان نوقف الملعب عشان الكوره بس في حاجه ملزوقه فيها فيغير الكوره، نتيجه طبعا ان في الماده اللاصقه اللزق اللي بيستعمله اللعيبه في منافسات كره اليد عشان الكوره ما تتزحلقش من ايديهم. واهو استأنفنا اللقاء مع حضراتكم. خيري لخليل اللي هيدخل سيسا، يوسع لنفسه سيسا لكن ما فتحش الزاوية قوي، وكان داخل من زاوية ضيقة، وتبقى رمية مرمى لصالح كيركوس الأثيوبي. لعبها بيرهونو حارس المرمى اللي نزل دلوقتي مكان اليومو،
وتوصل الى اللاعب رقم 9 اللي بيلعب في الجناح بيزا ديميس، في الجناح اليمين الوينج رايت، صفاره وفاول ورميه حره. قلنا لحضراتكم برضو ان طاقم التحكيم سنغالي، ويقطعها النادي الاهلي وتوصل لرمضان ويروح لوحده رمضان ويصوب ويحرز الهدف ال 24. بنلعب في اول الدقيقه 25 مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وادي يمكن اهو كنت لسه هقول لحضراتكم، وادي خطا وفاول ورمية حرة لصالح النادي الاهلي على هجوم كيركوس، وتوصل الكرة لسيسا اللي بيصوب سيسا ويحرز الهدف ال 25. بقول لحضراتكم ان جمهور النادي الاهلي بالرغم قلة عدده في الصالة الا ان صوته مسموع، وتحيته وحماسه لفريقه واصل وظاهر معانا. وادي الكرة تقع تاني يلمها محسن رمضان، رمضونة لخليل لخيري، يهدى خيري على كورته يوصلها لخليل ومنه لياسر سيف ويصوب ياسر. وشايفين حضراتكم الدفاع، اتنين مدافعين معاه اللاعب رقم 5 اهو. الاعادة فيها كل الافادة مشاهدينا الكرام، ويحصل ياسر على الرمية الجزائية يصوب ويتصدى لها عمر سامي ويحرز بيها الهدف ال26. لاعب رقم 5 أبادي سروره يصوب ويصد وليد ويعمل متابعة عليها 8 دانيال ويحرز الهدف الرابع لصالح كيركوس الأثيوبي. محسن رمضان على مهله تاني، خيري توصل الكرة لخليل اللي هيخش ويصوب من الثبات، واللي فات فات استغل ان لكن ما احتسبش الهدف ده نتيجة ان كان فيها خطوة زيادة، حسبها الحكم خطوة زيادة على مصطفى خليل ومخالفة المشي بالكرة 4 خطوات، فبقت فاول ورمية حرة لصالح كيركوس. وادي اهو اتردت على طول بفاول عكسي برضو على الهجوم الاثيوبي، حاول يعملها احمد وليد الى سامي لكن اتقطعت ولمها هجوم كيركوس وراح تصدى وصوب، واحمد وليد يصدها ويعملها هجمه مرتده سريعه توصل من خيري لرمضونة ويحرز بيها رمضونة الهدف ال 27. 27 الاهلي، 4 كيركوس الاثيوبي. بنلعب في الدقيقة 27 مشاهدينا الكرام، تقع الكرة تاني يلمها خيري لسيسا، هيروح سيسا لوحده وينط على القدم العكسية عشان يهرب من المدافع. يعني عارفين حضراتكم ان المهاجم او اللاعب في كرة اليد اللي بيصوب بايده اليمين فهو الوضع الطبيعي بتاعه انه يعمل الجمب والارتقاء بتاعه على رجله الشمال، رجله العكس ايده، لكن لما بينط على قدمه العكسيه اليمين فده بيبقى عشان يهرب منها من الدفاع ويستغل الخطوات اللي فرقه بيها عن المدافع. وفعلا ينجح سيسا انه يحرز الهدف ال 28. خليل ويعمل خليل الفنت الخداع الشمال يمين شمال ويعد ويخترق ويتوغل في عمق الدفاعات الاثيوبيه ويحرز الهدف ال 29. مباراه باريحيه تامه بيلعبها النادي الاهلي، ويمكن مستر ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الاهلي مريح اغلب عناصره الاساسيه. وادي احمد وليد بيتصدى للكره الاولى ثم يعمل متابعه عليها مهاجم كيركوس ويعمل تصدي للثانيه وتطلع هجمه مرتده سريعه توصل لرمضونة اللي دخل من الجناح بنجاح واحرز بيها الهدف ال 30. يعني معدل تهديفي عالي للنادي الاهلي واحنا بنلعب في الدقيقه 29، يعني بمعدل اقل من كل دقيقه هدف. وادي كابتن مدحت البلتاجي نائب الاول رئيس الاتحاد الافريقي، وتقع الكره برضو وتيجي في قدم مهاجم
الفريق كيركوس الاثيوبي يلمها خيري على طول لخليل، ومن خليل لمين؟ لزيزو عبد العزيز ايهاب اللي صوب وحاول يعمل خداع في الهواء كده، لكن يتصدى لها حارس المرمى وتوصل فيه الجناح ويتصدى احمد وليد ويلعبها لزيزو، يقف زيزو ويعدل وضعه ويخش زيزو ويصوب، ومعاه دفاع قوي من اللاعب رقم 8 دانيال، ويحصل على عقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين وهدف يحتسب للنادي الأهلي. أهو شايفين الإعاقة وجايبه من رقبته من الخلف ونزل بيه، ومع ذلك تصدى زيزو للدفاعات القوية عبد العزيز إيهاب ويحرز الهدف 31. قلنا لحضراتكم إن في عدد من اللاعبين ما بيشاركش يمكن على دكة البدلاء، واحتفظ بيهم مستر ديفيد ديفيز في هذا اللقاء، زي عبد الرحمن طه حارس المرمى اللي تألق غير عادي في لقاء كأس السوبر الإفريقي أول أمس أمام الزمالك، وأيضا عمر خالد كاستيلو اللي كان نجم فوق العادة وإحرازه بنسبة تهديف 100%، 9 تصويبات، 5 أو 4 رميات جزاء، و5 تصويبات من الجناح بنسبة تصويب 100%. تتقطع الكورة ويلمها خيري منه إلى عمر سامي، يحرز سامي بأحلى الأسامي الهدف 32. خلاص بنلعب، متبقي 10 ثواني على زمن وأحداث الشوط الأول مشاهدينا الكرام، وتقف الكورة وصفارة وتايم أوت. هل ده تايم اوت وقت مستقطع؟ لا، هو صافره نهايه الشوط الاول مشاهدينا الكرام، بتقدم النادي الاهلي بنتيجه 32-4 على كيركوس الاثيوبي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم معنا، ويطير الميكروفون سريعا في استراحه قصيره كده بين شوطي اللقاء، ويطير الميكروفون إلى الزميل هيثم السعيد وضيوفه الكرام في الاستوديو التحليلي، فإليه الميكروفون. سادتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مرة أخرى نرحب بحضراتكم ونقل أحداث وقائع الشوط الثاني من لقاء الأهلي وكيركوس الأثيوبي في أولى جولات النادي الأهلي وافتتاحيته لبطولة كأس الكؤوس الأفريقية رقم 39، اللي استطاع النادي الأهلي إن هو يقتل أي آمال وأي طموح عند فريق كيركوس الأثيوبي بحسمه لنتيجة الشوط الأول بنتيجة 32-4. يعني زي ما سمعنا مع حضراتكم مشاهدينا الأعزاء من الزميل كابتن هيثم السعيد في التحليل بين الشوطين، والكابتن فوزي فضالي على الأداء للفريقين والاستفادة والإفادة اللي تطلع وتعود علينا من هذا اللقاء. يمكن هي فعلا قلنا ان الاستفاده، او زي ما قالوا خبرائنا وزملائنا في الاستوديو التحليلي، ان الاستفاده هي ان انا ادخل اللعيبه في اجواء اللقاء. وفعلا اهو سيسا بيحرز تاني اهداف النادي الاهلي في الشوط الثاني، وبيرد على طول اللاعب رقم 26 من فريق كيركوس الاثيوبي يحرز الهدف الاول لكيركوس، وسيسا بيرد بالثالث اهداف النادي الاهلي والهدف رقم 35. مينجز رقم 26 احرز اول اهداف كيركوس في هذا الشوط، وسيسا احرز الهدف 35 للنادي الاهلي. بيلعب النادي الاهلي 6-0، بيلعب في مركز 3 عبد الرحمن فيصل وياسر سيف،
وادي شهاب دلوقتي نزل اهو في مركز اتنين الدفاعي، اللاعب رقم 8 هو اللي متقدم على خط التسعه، الخط المنقط المتقطع قدام حضراتكم. يدافع دفاع قوي، واشاره اللعب السلبي من طاقم التحكيم. وتمريره كده بره الملعب تبقى رميه جانب لصالح النادي الاهلي. اسلام حسن حاول يلعب الكرة في الجناح لكن قطعها ياسر سيف، لكن كانت هتطلع رميه جانب، لمها وحاول يلعبها كرة خلفية كده باك هاند، لكن يلمها دفاع كيركوس الاثيوبي اللي امكانياته زي ما استمعنا ان هي محدودة جدا. دينو 16 هجف لمين؟ للاعب رقم 8 دانيال، وعلى الدايرة مينجز رقم 26. اندل اللي معاه الكورة على شماله 16 هاجوس اهو اللي معاه الكورة هيرتقي ويصوب، واحمد وليد ويتصدى وتبقى رمية مرمى لصالح النادي الاهلي. يلعبها احمد وليد لاسلام حسن. زي ما قلت لحضراتكم ابتدى فريق كيركوس الاثيوبي يعدل لطريقته الى 3-3 او 3-2-1 مفتوحة. شهاب ويعمل دبل تكف ارتقاء مزدوج، يعمل سيسة المتابعة ويلمها حارس المرمى أباي بيرهوت، وتطلع بعد التصدي إلى رمية جانب لصالح النادي الأهلي. بعد ما صدها حاول يعمل متابعة عليها وما تخرجش رمية جانب، لكن هو كان طلع بره منطقة المرمى وطلعها من خط الجانب خط المرمى، فبقت رمية جانب لصالح النادي الأهلي. لعبها على طول النادي الأهلي توصل لشاب هقول له قدام حضراتكم اللي بيشركوا بقى مستر ديفيد ديفيز المدير الفني للنادي الاهلي منذ بدايه الشوط الثاني، ويحرز بيها شهاب الهدف ال36. ثاني اندل دانيال الجناح الشمال اللي بيعمل تقطع ويخرج من مركزه، ونزل دلوقتي اللاعب رقم 23 اهو اللي معاه الكورة اللي بيحاول يرتقي عشان يصوب، لكن يقطعها مهاب ويعملها مرتدة سريعة لشهاب. يحاول يغير اتجاهاته شهاب، لكن يقطعها الدفاع الاثيوبي اللي كان عامل ارتداد سريع، وحاول يعمل هجمة فاست بريك، لكن دفاع الاهلي وارتداد دفاعي سريع جدا يقفل منطقة مرماه تماما. اهو شايفين حضراتكم عبد الرحمن فيصل وجنبه ياسر سيف في عمق الدفاعات الأهلوية. تاني اندل على يمينه دينو، يرجعها تاني الاندل وإشارة اللعب السلبي توصل لويلد جسمي وينزلها على الجناح ويخترق وينجح ويلد سمي ان هو يحرز الهدف السادس لصالح كيركوس. شهاب اللي نزل على الدايره واخترق وصوب، لكن القائم يتصدى المره دي ويلمها على طول الهجوم الاثيوبي، ورايح حاول اندل صانع العاب والبلاي ميكر لفريق كيركوس الاثيوبي ان هو يخترق، لكن كان قافله خالص الدفاعات الأهلوية وواقفين 6-0 اهو قدام حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين. يعني يمكن بيبقى فيها بعض المقابلة كده، ويطلع فعلا اسلام حسن يقطع الكورة ويلعبها منه لمهاب، يروح مهاب لوحده ومهاب على طول يصوب، لكن يتصدى حارس المرمى وتبقى رمية مرمى. يلعبها الاندل صانع الالعاب ويقطعها تاني مهاب من اندل لفيصل لمهاب لاسلام لشهاب، وشهاب فنت برضه تاني رد بفنت زي اللي عمله خليل في الشوط الاول، شمال يمين شمال وارتقاء وتصويبه قويه
على يمين حارس المرمى أرضية معاها الهدف في الشباك الأثيوبية، الهدف رقم 37. يمكن قلنا لحضراتكم ان الشوط الاول انتهى 32-4، وبكده الشوط الثاني وصلنا الى 37-6. يعني النادي الاهلي احرز 5 اهداف وكيركوس الاثيوبي احرز هدفين. بيطلب اهو المدير الفني ديفيس كامارا واحمد محمد الجهاز الفني لكيركوس الاثيوبي التايم اوت الوقت المستقطع عشان طبعا انقاذ ما يمكن انقاذه يعني، ومحاوله تقليل الفارق اللي هو صعبه جدا على فريق كيركوس في مواجهه نسور النادي الاهلي اللي بتحلق عاليا في هذا اللقاء. احمد عادل ومصطفى خليل وحديث جانبي على بنك الاحتياطي ودكه البدلاء. استأنفنا اللقاء بعد نهايه التايم اوت اللي طلبه الجهاز الفني لكيركوس الاثيوبي. مشاهدينا الكرام، ما زالت التقدم والسيطره والسياده والرياده لصالح النادي الاهلي. مهاب والدفاع القوي، ديفيد ديفيز ونظره الى المستقبل، نظره الى ما بعد هذا اللقاء واللقاءات القادمه. اندل محاوله اختراق ومحاوله توغل عن طريق دانيال اللي جه في الظهير الايسر هنا في الباك ليفت لفريق كيركوس، لمها النادي الاهلي ولعبها قطعها بذكاء جدا مهاب الى اسلام حسن، توصل لشهاب لاسلام ومن اسلام لمهاب ومعاها الهدف ال 38. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، 38 الاهلي 6 كيركوس الاثيوبي. يا ترى هنشوف باقي احتياطي وبدلاء النادي الاهلي اللي بيدخرهم مستر ديفيد ديفيز المدير الفني، ولا هيبقى له راي في احتفاظ وعدم ارهاق اللاعبين؟ لان طبعا اول امس كانوا لاعبين مباراه قويه جدا امام نادي الزمالك، واستطاع نجوم النادي الاهلي حسمها لصالحهم وحصولهم على كاس السوبر الافريقي للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخهم، والتأهل إلى السوبر جلوب أو كأس العالم للأندية. فده اللي هنتابعه مع حضراتكم. حاول النادي الأهلي بعد ما قطع الكرة دي إن هو يعمل الهجمة المرتدة السريعة، لكن ما وصلتش إلى الجناح اليمين الوينج رايت، وتطلع رمية جانب لعبها كيركوس على طول سريع رقم 23 ويلدي سمي اللي بيلعب في نص الملعب دلوقتي، واندل اللي راح فيه الظهير الايسر، لمها دفاعات الاهلي على طول. مهاب ورايح مهاب ويصوب مهاب، يتصدى حارس المرمى، لكن هل عبرت خط المرمى ولا لا؟ لا ما عبرتش وما عدتش، فتبقى رميه مرمى لصالح النادي. اهي الكوره بالرغم ان هي فيها شك والله ان هي ممكن تكون عدت خط المرمى، لكن طاقم التحكيم ما احتسبش حاجة ومشى اللعبة وما داش صافرته إحراز الهدف. تاني تمريرات كلها جماعية كده وعرضية ولعب، بيحاول فريق كيركوس ان هو يجاري النادي الأهلي يعني، أو يوصل لعمق دفاعاته. إسلام حسن بيعمل خداع وتمويه وتوصل لمهاب، مهاب يصوب ويتصدى تاني أباي بيرهوتو رقم 22 اهو اللي قدام حضراتكم لتصويبة مهاب، ويمنع الكرة من الوصول إلى شباكه. كده بنلعب في الدقيقة 11 مشاهدينا الكرام. فاول عكسي على الهجوم الأثيوبي، توصل لإسلام حسن، هيعدي إسلام ويلعبها لشهاب، ويلعبها شهاب عكسية من الباك الشمال الباك ليفت الى الجناح اليمين الوينج رايت عمر سامي، ويحرز منها عمر سامي الهدف ال 39. النادي الاهلي احرز 7 اهداف في هذا الشوط بعد مضي 11 دقيقه تقريبا مشاهدينا الكرام، وكيركوس الاثيوبي احرز هدفين حتى الان.
نزل دلوقتي كمان اللاعب رقم 90 من كيركوس، بيلعب في الظهير الايمن التاي هايلو. وتوصل الكرة من الدفاعات الاهلاويه من اسلام حسن الى مهاب سعيد، يعوض بقى اسلام التصويبه السابقه والتصدي السابق ويحرز الهدف الاربعين. 40 الاهلي، 6 كيركوس الاثيوبي. يمكن عايزين نتفاعل كده مع اللقاء اللي ابتدى ياخد منذ بدايته وحتى الدقيقه 12 او بدايه الدقيقه 13 من زمن واحداث الشوط الثاني. هل يا ترى الجمهور ما زال متفاعل وبيحمس فرقته ويحييهم ولا لا؟ عايزين صوت الملعب كده يرجع لنا تاني ان شاء الله. الزملاء في الاعداد تاني مره تانيه، وادي شكرا لكل القائمين والزملاء في قناه النادي الاهلي الحقيقه اللي بينقلوا هذه البطوله حصريا على شاشه النادي الاهلي، اللي ورا كل فرقها وكل لاعبتها في جميع الالعاب. وادي اشاره اللعب السلبي، كيركوس تاني حاول يقطعها شهاب، تقع من ايده يلمها الجناح رقم 9 ابرا ديمث. علي زين والابتسامه، تصدي من احمد وليد، حاول يلم الكوره وكان فيها كوره من داخل الستة متر كده على الهجوم الاثيوبي على كيركوس على لاعب الدايره مينجز رقم 26، داس على الخط ودخل جوه الستة متر فبقت رميه مرمى لصالح النادي الاهلي. 3-3 اهو قدام حضراتكم الطريقه الدفاعيه اللي بيلعب بيها كيركوس، ومن شهاب لسيف للشباك الاثيوبيه والهدف الواحد واربعين. تصويبه وتطلع رميه جانب لصالح النادي الاهلي، يلعبها احمد وليد لاسلام حسن لمهاب، ومن مهاب لعمر سامي، ودفاع من داخل الستة متر، وهي اشاره طاقم التحكيم واضحه عن طريق اللاعب رقم 8 دانيال، ويحصل عمر على رميه جزائيه من خط السبع امتار. عمر سامي في مواجهه اباي بيرهوتو، عمر سامي والخداع، عمر سامي والتصويب، عمر سامي والتسجيل، الهدف لصالح النادي الاهلي في الشباك الاثيوبيه. وادي الكابتن محمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاهلي وتحيته الى عمر سامي، وبجواره ابراهيم المصري الصخره الدفاعيه ذا روك في صفوف النادي الاهلي. تاني دانيال، تصويبه تصدي من احمد وليد ونزل كمان اللاعب رقم 10 دلوقتي في صفوف كيركوس الاثيوبي. دانيال والتصويب، احمد وليد والتصدي لاسلام حسن. اسلام بقى بيقول وانا كمان عايز اسجل في هذا المهرجان. الكابيتانو قائد فريق النادي الاهلي وكابتن الفريق بيسجل الهدف رقم 43، ولما لا؟ اللي بيمتعنا الحقيقه اسلام حسن باسيستاته واهدافه المميزه على مدار تاريخه مع النادي الاهلي. كوره تاني بيحاول يوصلها على الدايره، يلمها احمد وليد، توصل لسيسه، يطلع بعيد عن حارس المرمى ويطلعه بره الشباك ويصوب ويحرز الهدف الاربعه واربعين. ابتدى المدير الفني دلوقتي لفريق كيركوس الاثيوبي بيشارك لعيبه تانيه برضو زي اللاعب رقم 16 هاجوس نزل تاني اهو، واللاعب رقم 10 اليو هايلو، وكره تنزل على الدايره بقى والهدف السابع
لكيركوس الأثيوبي عن طريق مين؟ عن طريق اللاعب رقم 12 دينو اللي نزل على الدايرة وأحرز الهدف السابع. خيري اللي نزل دلوقتي كصانع ألعاب النادي الأهلي ومنه لشهاب ومن شهاب لياسر سيف، يلف ياسر ويعمل خداع ويحرز بيها الهدف 45. تاني شهاب يقطع لسيسة لمهاب ويرتقي مهاب ويحرز الهدف 46 لصالح النادي الأهلي. وطلع دلوقتي برضو حارس المرمى أباي ونزل حارس المرمى رقم 1 بايتو جيتن ثالث الحراس. المدير الفني الحقيقة عمال يجرب في حراس المرمى عل وعسى ان حد منهم يقدر يمنع اي تصويبات او يتقمص شخصية احمد وليد في الشباك الاثيوبية، لكن هيهات على مين؟ النادي الاهلي بيقول له ده احنا معلمين وفعلا 46 هدف وادي في طريقنا للهدف 47 عن طريق مين؟ عن طريق رمضانة اللي نزل دلوقتي بتصويبة قوية ومضمونة يحرز بيها الهدف 47. والتايم اوت الثالث والاخير لكيركوس الاثيوبي بيطلبوا الجهاز الفني هيقول ايه ده اللي احنا بنتابعه من الاشارة معاه انه يعني بيدي اللوم على فريقه وبيحط تشكيل تاني جديد وبيطلب منهم ان هم يعني انقاذ ما يمكن انقاذه وحفظ ماء الوجه، ولكن الفارق كبير جدا، مش فارق السكور والاهداف ولكن الفارق المهاري والفني لصالح نجوم النادي الاهلي. والنسور الحمر اللي بيؤدوا فعلا لقاء ما نقدرش نقول عليه ان هما بيؤدوا لقاء تجاري، ولكن بيؤدوا لقاء جاست ان هو ايه نقدر نقول عليه كده وورمنج اب او يعني لقاء التسخين والاحماء اللي هو عشان نخش بس في اجواء البطوله، لان اللقاءات القادمه هتبقى قويه وخصوصا مع الصعود الى دور الثمانية. وادي كرة يقطعها مصطفى خليل وصفرة وفاول لصالح النادي الاهلي، يلعبها على طول لشهاب ومن شهاب لسيسة ومن سيسة يحطها لب من فوق حارس المرمى يوسع لنفسه ويفتح زاويته واستغل تقدم حارس المرمى حط الكرة بريست ايده لب من فوقيه الهدف 48. 48 النادي الاهلي، 7 كيركوس الاثيوبي. بنلعب في الدقيقه 19 من زمن واحداث الشوط الثاني من المباراه. وقعت الكره ثاني ووصلت لاحمد وليد ومنه الخيري ومن خيري لرمضانة. ادي الاعاده اهي بتاعه كوره سيسا الهدف الجميل، وسع لنفسه الزاويه خالص وطار واستغل تقدم حارس المرمى تماما فحطها له لب من فوق ايده. لقاءات النادي الاهلي مشاهدينا الكرام، عندنا اللقاء القادم هيكون يوم 11 يعني بعد غد يوم الخميس ان شاء الله، هيواجه طبعا هو كان المفترض انه هيواجه فاب الكاميروني، ولكن فاب الكاميروني انسحب من البطوله. فهل النادي الاهلي هيواجه، هقول لحضراتكم حالا هيواجه مين في رجاء غدير المغربي ان شاء الله يوم الخميس. شكرا للزملاء في الاعداد، شكرا للزميل احمد. رجاء أغادير المغربي هيواجهه يوم الخميس إن شاء الله في 9 مساء.
ثم اللقاء الاخير هيواجه فيه ولا هو هيبقى هيواجه سبورتنج السكندري ان شاء الله في اخر لقاءات المجموعه. كل التوفيق ان شاء الله لنجومنا وابطال النادي الاهلي ان شاء الله وابطال السوبر الافريقي. تاني شهاب يتوغل اهو في الاعاده زي ما حضراتكم شايفين ويتعمق ويعمق من جراح والام كيركوس الاثيوبي ويزيد الفارق الى 41 هدف، 49 الاهلي، 8 كيركوس الاثيوبي، وبنلعب في الدقيقه 21 مشاهدينا الكرام. تاني حاول يعمل خداع كده وينزل بالكوره بالدريبل بعد ما ياخد الارتقاء، لكن قطعها خليل، ومن خليل لخيري، ومن خيري للرمضانة، ومحسن رمضان بيحط كوره مضمونه ومعاها الهدف الخمسين. على مهله تاني برضو بيحاول يطول في هجمته على قد ما يقدر، لان واضح ان هم مش قادرين يوصلوا الى الشباك الاهلاويه فريق كيركوس الاثيوبي، اللي بيعمل اهو تغيير في المراكز كده ويطلع رقم 12 دينو اللي لعب دلوقتي في الجناح الشمال، وبيلعب هايلو في رقم 10 هو اللي معاه الكوره كصانع لعبه او بلاي ميكر. توصل لاندل بيعمل اختراق وخداع ويصوب، لكن احمد وليد يتصدى وشهاب ومتابعه، وتوصل منه الى محسن رمضان ويهدوا تماما، وينزل خيري يعمل 1 2 كده ما بينه وما بين محسن رمضان، ويستغل التقدم الدفاعي لكيركوس، وينزل على الدايره خيري بعد ما لعب الكوره لمحسن ويردها له تاني محسن، ويحرز بيها خيري الهدف الواحد وخمسين. تقع الكره ويلمها احمد وليد، توصل لسيسا، ومن سيسا يعانق الشباك الاثيوبيه بالهدف ال 52، اعاده ارتقاء تصويبه قويه ومعاها الهدف ال 52 مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في اولى جولات النادي الاهلي في افتتاحه مشواره في كاس الكؤوس الافريقيه للانديه ابطال الكؤوس رقم 39. يلا يا اهلاويه عايزين اللقب الخامس، تمريره بالخطا تطلع رميه جانب للنادي الاهلي، يلمها احمد وليد يلعب رميه الجانب على طول لخيري لشهاب، شهاب ارتقاء دبل تكف وبالطيران وتصويبه، صوت ارتطامها بالقائم قويه تدل على قوه التصويبه بالهدف ال 53. حوار جانبي ما بين ديفيد ديفيز ومحمد ابراهيم الجهاز الفني للنادي الاهلي. هايلو اندل اللي راح فيه الظهير الايسر الباك ليفت، حاول يعمل كوره باك هاند كده للاعب الدايره، لكن يقطعها احمد وليد يمسكها على طول يلعبها لخيري، وخيري منه لشهاب، وشهاب منه لسيسا، وسيسا يخش بتصويبه قويه يحرز الهدف ال 34. الدقيقة آخر الدقيقة 24 مشاهدينا الكرام، 54 الأهلي، 8 كيركوس الأثيوبي، تبقي 6 دقائق على زمن وأحداث الشوط الثاني. وآدي صوت الجمهور الحقيقه يعني اللي ماشي في الملعب، لكن نتمنى ان الصاله تمتلئ بالجماهير الاهلاويه. حاول دفاعات كيركوس الاثيوبي ان هم يلموا الكوره قبل ما تطلع اوت رميه جانب، وبدل ما ان هو يتحصل عليها ويديها لفرقته، وادي سيسا بيخش تاني لكن اداها للنادي الاهلي الخيري، ومنه لشهاب، ومن شهاب لسيسا، دخل سيسا من الجناح اهو استلم كورته وسع لنفسه وخلاص ارى حارس المرمى ان حارس المرمى بيتقدم جامد قوي بره مرماه، فبيحط له الكوره لوب لتاني مره في هذا الشوط معاها الهدف ال 55. خطوه زياده فعلا، اربع خطوات على كيركوس الاثيوبي على دانيال، توصل لخليل
لخيري لرمضانة، حاول يعملها عرضية لسيسة تقع من إيده ويلمها الدفاع الكونغولي الأثيوبي عفوا التاي هايلو رقم 90. حاول دانيال تاني إن هو يخش ويتوغل، لكن مين؟ رمضان وشهاب بقى المرة دي هو اللي قابل بكل قوة. شايفين حضراتكم سيف وبجواره شهاب، ياسر سيف بكل قوة بيقفل اللي هو مدافع رقم 3 في دفاعات النادي الأهلي. شايفين حضراتكم هو ومصطفى خليل جنب جنب في مركز 3 الدفاعي قافلين منطقة نص المرمى وعمق الدفاعات الأهلوية تماما. على شمال ياسر سيف شهاب، وعلى يمين مصطفى خليل بيلعب محسن رمضان. تاني اندل اللي جه في نص الملعب تاني لدانيال اللي جه في الظهير في الباك ليفت، يلمها يقطعها خليل، يمسكها ياسر سيف ويلعبها لسيسا او لشهاب، وقعت من ايد شهاب. هو كان بيلعبها لسيسا لكن شهاب ما كانش فايق عارف ان هو وراه، فحاول يستلمها لكن وقعت من ايده لانها كانت تصويبه فيها كيرف كده وعاليه لوب عشان توصل لسيسا، لكن الحمد لله قطعها تاني الدفاعات الاهلاويه وتردت من محسن رمضان لشهاب، وشهاب من الثبات بيحرز هدف قوي وجميل ومعاها الهدف رقم 56. هل يا ترى هتتحقق نبوءة الكابتن محمد عبد الله زي ما قال في الاستوديو ان السكور هيعدي حاجز الستين هدف ولا لا؟ ده اللي هنشوفه مع حضراتكم في الثلاث دقايق المتبقية على زمن واحداث الشوط الثاني والمباراة حتى الان. احمد وليد وما زال بيقدم كل جديد حتى الآن، وتصدياته بنسبة تصديات يعني لو قلنا تصديات أحمد وليد يعني يمكن الحقيقة بتعدي 80-90% من عدد تصويبات فريق كيركوس الأثيوبي. 56 الأهلي 8 كيركوس الأثيوبي. خيري وعلى دايرة المين لياسر سيف استلم وأحرز الهدف 58. 57 ولا 58؟ 57. بنلعب في اخر الدقيقة 28 من زمن واحداث الشوط الثاني والمباراة، يعني متبقي خلاص حوالي 2:10 على نهاية اللقاء. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان، اللي نتمنى يعني ان زي ما عودناكم على نقل كل الاحداث الرياضية ورا فرقها، فرق النادي الاهلي فين ما تكون ورا النسر الاهلاوي اللي بيحلق دائما عاليا وفي اعلى منصات التتويج في جميع المحافل الرياضية. مرة اخرى صفارة وفاول ورمية حرة لصالح كيركوس الاثيوبي. هيلعبها مين؟ هيلعبها مينجز رقم 26 لاعب الدايرة اهو من على خط التسعة متر. جه في نص الملعب دانيال دلوقتي اللي المدير الفني طبعا مش عارف، هو ابتدى اللقاء بدانيال ده في الجناح الشمال الوينج ليفت ولعبه في الباك ليفت وجه في السنتر هاف كصانع العاب، لكن الحقيقه فريق الاهلي قافل تماما. تاني بيحاول يتوغل ويخترق ويخش كده في الدفاعات الاهلاويه دانيال، لكن النادي الاهلي ومصطفى خليل وياسر سيف ورفاقهم قافلين تماما الميه والهواء. التاي هايلو حاول يعمل كوره برضه باك هاند على الدايره، لكن يلمها وليد ويلعبها لسيسا، وسيسا يحرز الهدف 58 في اليوم. اليومو بقى اللي نزل رقم 28 حارس المرمى هو اللي ابتدى بيه اللقاء، اليومو الهدف 58. 58 الاهلي فارق 50 هدف. مشاهدينا الكرام، يقطع خيري الكوره بيروح خيري لوحده، لكن دفاع ارتداد دفاعي وعطل اللعبه وتبقى فاول. يلعبها على طول خيري لخليل لخيري لسيف ويصوب سيف، لكن صفاره واقع خيري وايقاف لمده 2 كان في اعاقه وحاول خيري عطل اللعب. التاي هايلو اهو رقم 90
صفارة وفاول ورمية حرة وفي إيقاف دقيقتين على فريق كيركوس الأثيوبي. استهدفنا اللقاء خلاص، متبقي حوالي 45 ثانية أو 40 ثانية مشاهدينا الكرام، وبينجح خيري دلوقتي بقى إنه يحرز الهدف 59، ومتبقي قد إيه؟ متبقي نص دقيقة بالتمام والكمال، 30 ثانية مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. هل هينجح ونجيب الهدف الستين ولا لأ؟ ده اللي هنتابعه في العشرين ثانية المتبقية أو الخمستاشر ثانية المتبقية في زمن وأحداث المباراة. على مهله خالص طبعا بيحاول فريق كيركوس الأثيوبي على قد إمكانياته إن هو يوصل للشباك الأهلوية، لكن مفيش تصويبة وبره الثلاث خشبات وصفارة ومعاها صافرة نهاية أحداث اللقاء لصالح النادي الأهلي. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، بفوز النادي الأهلي بفوز كبير وعريض ونتيجة كبيرة، 59 مقابل 8، 59 النادي الأهلي، 8 كيركوس الأثيوبي. مشاهدينا الكرام، شكرا لنجوم النادي الأهلي، شكرا لرجال النادي الأهلي على أدائهم في هذا اللقاء وحسمهم واستهلال مشوارهم وبداية المشوار وانطلاقهم نحو التتويج إن شاء الله إلى منصة النهائي وفوزهم في هذا اللقاء. شكرا قناة النادي الأهلي على نقلها هذا الحدث اللي بيقام في قلعة النسور الحمر، قلعة النادي الأهلي التي تعج بالبطولات دائما وأبدا ولا شيء غير البطولات. شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا، مبروك للنادي الأهلي وحظ أوفر لكيركوس الأثيوبي في اللقاءات القادمة، على أمل اللقاء بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في مباريات البطولة القادمة لنسور القلعة الحمراء. وكان معكم معلقكم الرياضي إيهاب رجب، وينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل هيثم السعيد وضيوفه الكرام في الاستوديو، فإليه الميكروفون.